صباح الخير والبداية مع العناوين. الولايات المتحدة تبدأ بنقل معدات قواتها العسكرية من شمال سوريا. اعتبر المجلس الأعلى للدفاع أن ما يحصل هو اعتداء على الأراضي اللبنانية. لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بعد خرقها الخط الأزرق عند الحدود. أن معبر رفح على ما هو عليه لا تغيير عليه، سيبقى مفتوح كما هو السابق. حماس تؤكد أن الوفد الأمني المصري بحث في غزة ملفي المصالحة وتفاهمات التهدئة. أنصار الله تتهم التحالف بالتصعيد في مناطق الهدنة وتدعو الأمم المتحدة إلى عدم الكيل بمكيالين. موسكو تتهم واشنطن بمحاولة انتهاك سيادة فنزويلا والتحريض على تأليف حكومة بطرق غير دستورية. علماء المناخ يحذرون، درجة حرارة المحيطات ترتفع بشكل متسارع والحياة البحرية باتت مهددة. أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة فرانس بريس أن الجيش الأمريكي بدأ اليوم بسحب معداته من سوريا. كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في الوزارة أن الاستعدادات العملية لانسحاب كامل القوات الأمريكية من سوريا تمضي قدما على الرغم مما يرافقها من تصريحات وتوترات جديدة مع تركيا. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد في تصريح من العاصمة المصرية أن قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من سوريا سينفذ، لكنه لا يعني أن هناك تغييرا في الخطة الأمريكية في المنطقة. الولايات المتحدة لن تنسحب من سوريا قبل القضاء على الإرهاب. سنعمل من دون كلل من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وغيرهما ممن يهدد أمننا وأمن العالم. الرئيس ترامب أعلن أنه حان الوقت لسحب القوات الأمريكية من سوريا، لكن هذا ليس تغييرا في المهمة. سنلتزم بالقضاء الكامل على داعش وكل التنظيمات الراديكالية بمختلف أشكالها. كذلك ستواصل طائراتنا عملياتها طالما أن التهديدات موجودة. بومبيو قال أن إدارة ترامب تسعى إلى تنفيذ تحالف استراتيجي مع مصر والأردن ودول الخليج لمواجهة نفوذ إيران. لن نخفف من حملاتنا من أجل إيقاف تأثير إيران وممارساتها ضد المنطقة والعالم. شعوب الشرق الأوسط لن تحقق الأمن والازدهار الاقتصادي أو طموحاتها في حال واصلت طهران مسارها الحالي. العقوبات الأمريكية على إيران هي الأقوى في التاريخ وستبقى في حالة ازدياد حتى تتصرف إيران كدولة عادية. سنواصل تطبيق الشروط التي طالبنا إيران الالتزام بها في السابق، لأن نظامها لا يزال يشكل خطراً على المنطقة. كذلك سنستخدم الدبلوماسية مع حلفائنا من أجل إخراج آخر جندي إيراني من سوريا كي يستعيد الشعب السوري سلامه واستقراره. في الميدان السوري أنهت جبهة النصرة سيطرة كل الفصائل المسلحة في إدلب وريفي حلب الغربي وحما الشمالي الغربي بعد معارك لم تستغرق سوى 10 أيام وتحت أنظار نقاط المراقبة التركية. تقرير ديما نصيف. علي جابر باشا لم يشهد تحقيق أي من وعوده بمواجهة النصرة، والمسلحون الذين ساروا على دربه طيلة السنوات الماضية لن تتاح لهم الفرصة مرة أخرى للقتال تحت راية أحرار الشام بعدما اقتلعهم الجولان من مناطق سيطرتهم في إدلب وأريافها. ولا عزاء لأبي عيسى الشيخ أبرز وجوه القاعدة، ولا إمارة له بعد الآن في إدلب، ولا لقائد أحرار الشام. المعركة حسمت بهزيمتهم واتفاق استسلام ينهي المذبحة بشروط النصرة. أكثر من 2000 مسلح من أحرار الشام يستعدون لمغادرة مناطق سهل الغاب وشحشبو في ريف إدلب الجنوبي باتجاه عفرين. الحركة انضمت إلى قائمة الفصائل الطويلة التي صفتها النصرة خلال السنوات الماضية بعدما دربها الأمريكيون والسعوديون والأتراك. الزنكي وأحرار الشام وصقور الشام وآلاف المسلحين انهاروا بساعات وسلموا مناطقهم للنصرة من دون قتال يذكر. جبهة النصرة اجتاحت ريف حلب الغربي وإدلب وشمال غرب حماة وباتت تسيطر على معظم المناطق، واعتقلت خلال أيام مئات المسلحين من أكبر فصائل الشمال الإخوانية التركية التسليح والتدريب، واستولت على الصواريخ ومستودعات الأسلحة التي ملأها السعوديون والقطريون عبر تركيا.
الأتراك أشعلوا النار بين الفصائل القاعدية والإخوانية عندما وافقت الأخيرة على القتال إلى جانب الجيش التركي العلماني ودعم عملياته ضد النصرة في إدلب كما ينص ساتشي. الاحتكام إلى الدبابات كان أقرب من الاحتكام لقرارات الهيئات الشرعية. إنهاء سيطرة الفصائل المسلحة في إدلب رسالة واضحة من الجولاني الذي بات يسيطر على كامل المحافظة لأنقرة التي تركت فصائلها تواجه مصيرها المحتوم بأنه لن يسمح بإفلات الإمارة من قبضته أو قراره مهما كلف الأمر. ديما نصيف، دمشق، الميادين. من دمشق ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، صباح الخير. إذن بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على كامل إدلب وريفي حلب الغربي وحماة الشمالي الغربي، هل رافقت هذه السيطرة أي تطورات ميدانية جديدة؟ وإلى أين يتجه المشهد بعد هذا الواقع الجديد؟ صباح الخير. في الواقع هناك حالة هدوء بعد هذه الأيام العشرة من عملية هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة ضد المجموعات المسلحة بمختلف تسمياتها، بدءا من دارة عزة عندما قضت على الزنكي ووصولا إلى الاتفاق الذي أبرم فجر أمس بين هيئة تحرير الشام والمجموعتين المسلحتين حركة أحرار الشام وصقور الشام، والتي جاء بموجبها أو تم الاتفاق بموجبها بسيطرة ما تسمى حكومة الإنقاذ وهي التابعة على هيئة تحرير الشام على كامل إدلب. قبل ذلك كان هناك في اليومين الماضيين إعلان كامل لحل المجموعات المسلحة المنافسة لهيئة تحرير الشام في منطقة جبل شحشبو وفي منطقة الغاب، تحديدا صقور الشام وحركة أحرار الشام. اليوم المشهد يتجه بشكل كامل لسيطرة كاملة لهيئة تحرير الشام على هذه الجغرافيا الواسعة. إدلب أكثر من 6000 كيلومتر مربع إضافة لريف حلب الغربي ووصولا حتى لبعض الأجزاء من منطقة ريف حماة الشمالي الواقع تحت سيطرة المسلحين. بعض المجموعات المسلحة تم حلها بشكل نهائي وتركت السلاح، بعضهم يعني بقي يحمل السلاح وإنما تحت هذا الاتفاق الذي يجعل هيئة تحرير الشام هي المسيطرة بشكل كامل. نتحدث تحديدا عن منطقتين، معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي وفي منطقة جبل الزاوية وهي منطقة واسعة جدا، لكنها باتت عمليا وفعليا بموجب الاتفاق الأخير تحت سيطرة مجموعات الجولاني تحت سيطرة هيئة تحرير الشام. محمد، بالانتقال إلى ما أعلنه مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية عن أن الجيش الأمريكي بدأ بسحب معداته من سوريا، هل من تفاصيل أو معلومات حول هذا الأمر؟ ما هي المعدات التي تم سحبها ومن أي مناطق؟ في الواقع هي معلومات استخباراتية بشكل أساسي، لا مصادر قصد ولا حتى المجتمعات المحلية الموجودة في تلك المنطقة يعني تستطيع ضبط أو تحديد ما تم سحبه. هناك إشارات إلى تحركات كثيفة في الواقع لآليات وشاحنات بين المعسكرات والقواعد الأمريكية. كما تعلم أحمد هناك أكثر أو حوالي تحديدا 20 معسكر وقاعدة عسكرية تابعة للأمريكان تتوزع على منطقة شرق الفرات وهي مترامية في واقع الأمر، يتواجد فيها 2000 جندي أمريكي وعشرات الجنود الفرنسيين. إن ما جرى هذا التحرك أو ما تم ضبطه فهو يتجه أساسا عبر معبر سميالكا باتجاه الأراضي العراقية تحديدا شمال العراق. أما تحديدا ما هي المعدات التي سحبت منذ فترة حوالي أسبوع أو 10 أيام منذ تغريدة ترامب الشهيرة حول الانسحاب، وهناك تحركات غير طبيعية في تلك القواعد وتجميع لبعض المعدات الثقيلة عادة للآليات والشاحنات وحتى المدرعات. رسيلنا في دمشق محمد الخضر، شكرا جزيلا لك. قرر لبنان تقديم شكوى إلى مجلس الأمن احتجاجا على خروق قوات الاحتلال عند الحدود، وبعد اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشيل عون وحضره رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أكد المتحدث باسم مجلس الدفاع الأعلى أن ما يحصل على الحدود الجنوبية من قبل جيش العدو الإسرائيلي هو اعتداء على الأراضي اللبنانية، مؤكدا تكثيف حراك لبنان الدبلوماسي لشرح موقفه ولطلب اجتماع طارئ للجنة الثلاثية. خصص الاجتماع للبحث في المستجدات عند الحدود الجنوبية، لا سيما الإنشاءات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الأزرق وهي قرب مستعمرة مسكاف عام. بعد العرض الذي قدمته قيادة الجيش تمت مناقشة مضمونه، واعتبر المجلس أعلى الدفاع أن ما يحصل هو اعتداء على الأراضي اللبنانية، وهو بمثابة خرق واضح للمادة الخامسة من القرار الصادر عن مجلس الأمن الرقم 1701.
نقل عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية عن الوفد المصري الذي يزور قطاع غزة أن العمل في معبر رفح سيبقى مستمرا كما في السابق. وأضاف الحية أن الوفد المصري نقل رسالة من جانب الاحتلال الإسرائيلي بأنه ملتزم بالتفاهمات الأخيرة التي تمت بالرعاية المصرية، لافتا إلى أن الفصائل تلتزم بها ما التزم الاحتلال. ثالثة في موضوع معبر رفح، أكد الإخوة في مصر أن معبر رفح على ما هو عليه لا تغيير عليه، سيبقى مفتوح كما هو السابق، ومصر ستبقى دائما بجانب أهلنا في قطاع غزة والشعب الفلسطيني عموما. التفاهمات قائمة، وأكد الإخوة في الأشقاء في الوفد المصري أنهم سيتابعون التأكيد على التزام العدو، كما نقلوا لنا أن العدو ملتزم بهذه التفاهمات. قلنا لهم نحن ملتزمون بهذه التفاهمات بالرعاية المصرية ما التزم العدو، وتباحثنا في خروقات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي التفاهمات قائمة والمصريون يواصلون إلزام الاحتلال بها، ونحن نقول نحن ملتزمون بهذه التفاهمات لتعود لشعبنا جزءا من الحقوق التي سلبها الاحتلال. إذن لقاءات الوفد المصري في غزة جاءت لرأب الصدع الفلسطيني من جهة، وللحفاظ على التهدئة مع إسرائيل من جهة ثانية. تقرير لنا شاهين. الوفد الأمني المصري مجددا في غزة، وعلى بساط البحث حضرت المصالحة الوطنية والتهدئة مع إسرائيل، زيارة تأتي في ظل تأزم الأوضاع بين كل من حركتي فتح وحماس بعد اعتقال الأخيرة عددا من كوادر حركة فتح، ليأتي الرد من الرئيس عباس بسحب موظفي السلطة من معبر رفح. وبناء عليه عقدت حماس جلسة للمجلس التشريعي الذي تم حله مسبقا من قبل المحكمة الدستورية، لكنه صادق على قرار اعتبار الرئيس عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية. تهدئة الأوضاع الميدانية أيضا على طاولة النقاش، ولا سيما مع عدم التزام إسرائيل بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بذريعة إطلاق البالونات والطائرات الحارقة والصواريخ، حيث سارعت لشن غارات جوية، ما دفع هيئة مسيرات العودة إلى التلويح بعصا التحركات الشعبية. لكن الوفد المصري نقل رسالة إسرائيل بأنها ملتزمة بالتفاهمات، والفصائل ردت بالمثل، وأكد الوفد استمرار عمل معبر رفح كما كان في السابق. حركة حماس تصر على قاعدة الشراكة السياسية وفق اتفاق 2011، والرئيس عباس يشترط تطبيق اتفاق 2017 القاضي بتسليم قطاع غزة. وما بين الاتفاقين تتصاعد الخلافات، ولا سيما مع تهديد الرئيس عباس بزيادة الإجراءات ضد غزة لتقويض حكم حماس. ما بين الفعل ورد الفعل تتأرجح المصالحة الوطنية والتهدئة الميدانية، مهمة صعبة تنتظر الوسيط المصري في ظل كل هذه التطورات المتسارعة. فهل يستطيع احتواء الأزمة وجسر الهوة بين جميع الأطراف؟ لن شاهين، غزة، الميادين. استعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان صمودنا سيكسر الحصار. الهيئة الوطنية لمسيرات العودة دعت إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة، مشددة على أنها رسالة إصرار على كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال وأسناد الأسرى. من غزة معنا مراسل الميادين أحمد شلادان. أحمد، صباح الخير. كيف يستعد الفلسطينيون لمسيرات العودة اليوم، ومتى من المفترض أن تبدأ هذه المسيرات؟ نعم، صباح الخير لك. يعني تبدأ الاستعدادات باكرا غالبا من قبل الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بالدعوة منذ صلاة الجمعة، أي منذ ظهر يوم الجمعة، للتحشيد في المناطق الشرقية الحدودية لقطاع غزة على أن يتحرك الجميع مع صلاة العصر، أي تقريبا الساعة 2:30 بتوقيت القدس وبتوقيت فلسطين المحتلة، ليتحرك الجميع عبر الباصات إلى المناطق الحدودية. ولكن هذه الجمعة على ما يبدو أنها تختلف من حيث طبيعة دعوات التحشيد،
بدأت دعوات التحشيد منذ الأمس، منذ ليلة أمس صبحت المساجد بدعوات الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار بضرورة مشاركة الجميع وتحقيق أكبر مشاركة في هذه المسيرات، مع العلم أنه لا يوجد أي قرار بالتغيير على طبيعة المشاركة، بمعنى أنها ستبقى ملتزمة بالسلمية، لا يوجد دعوات أو تهديدات من قبل أحد بإطلاق سواء بالونات حارقة أو غيرها، أي أن المسيرات اليوم قد لا تختلف عن سابقاتها من حيث طبيعة المشاركة، طبيعة الفعاليات، إلا أن الدعوات للتحشيد بهذه المسيرة التي أطلق عليه صمودنا سيكسر الحصار تأتي بعد عدد من التطورات منذ الجمعة الماضية وحتى هذه الجمعة، أهمها حجز إسرائيل للدفعة الثالثة من المنحة القطرية، ما يعني نقص وتراجع عن التفاهمات على الأقل أو تلكؤ في تطبيق التفاهمات المتفق عليها. والأمر الثاني هو التوتر الكبير بين حركتي حماس وفتح وعمل معبر رفح في اتجاه واحد بعد سحب موظفي السلطة، ما يعني أن هناك شعور لدى الغزاويين بأن حلقات الحصار تضيق شيئا فشيئا، وبالتالي مسيرة الضغط المتواجدة الآن هي مسيرات العودة التي يتوقع أن تحشد الجماهير على الحدود الشرقية. طيب أحمد، هذا فيما يتعلق بمسيرات العودة، لكن الوفد المصري الذي زار غزة وبحث مع حركة حماس ملفي المصالحة وتفاهمات التهدئة، ماذا تمخض عن هذا الاجتماع بين الجانبين، طبعا بالإضافة إلى ما نقلته حركة حماس عن الوفد المصري؟ ما يمكن أن نلمسه مما تمخض عنه الاجتماع هو ما سيشهده الميدان على أرض الواقع. أولا، إن كانت الجمعة هذه يوم الجمعة كباقي أو كسائر الأسابيع الماضية لا تشهد أي تصعيد في الاحتكاكات بين المتظاهرين وبين الاحتلال الإسرائيلي، فهذا يعني أن الوفد الأمن المصري نجح في ضبط بوصلة التهدئة واستمرار تثبيت وقت إطلاق النار وتطبيقها على أرض الواقع. هنا يمكن أن نستشف أن الوفد نجح في هذه المهمة. أما على صعيد الأوضاع الإنسانية، فيوم الأحد القادم، يوم السبت، يوم الأحد القادم سيكون أيضا فيصل إذا ما افتتح معبر رفح وبدأ يعمل في الاتجاهين وليس في اتجاه واحد، فهذا يعني أن تعهدات الوفد الأمن المصري بأن المعبر، والتي تحدثت عنها حركة حماس بالمناسبة بأن المعبر سيبقى يعمل في كلا الاتجاهين، طبقت فعلا على أرض الواقع. أما فيما لو استمر عمل المعبر في اتجاه واحد واستمر حجز الاحتلال للمنحة القطرية رغم التزام الهيئة الوطنية بسلمية المسيرات، فهذا يعني أننا أمام تراجع للتفاهمات. وبالتالي دعنا نتحدث بأن ما يتمخض عن هذه الاجتماعات هو ما يمكن أن نشاهده على أرض الواقع مما نسمعه في وسائل الإعلام. شكرا جزيلا لك أحمد شلدان، مراسل الميادين في غزة. دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال رام الله واستباحتها. قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت مناطق في رام الله أمس، حيث تصدى لها الشبان بالحجارة لترد مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. ألهم لحن أغنية فريق الرجاء المغربي في بلادي ظلموني الفلسطينيين لإنتاج عمل فني مماثل تحت عنوان تعبنا يا بلدنا لإنهاء الانقسام بين حركتي حماس وفتح والدعوة إلى وحدة وطنية تحت راية فلسطين. تقرير زهراء ديراني. من المدرجات المغربية إلى ملعب الوحدة الفلسطينية هزت ألحان أغنية في بلاد ظلموني شباك الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وعزفت على وتر المصالحة الوطنية لحن الوحدة. تعبنا يا بلدنا صرخة وجع أطلقها الثنائي شادي البوريني وقاسم النجار. ألا فرق بين فتحوي وحمسوي إلا بحب فلسطين. اسمعني يا خي الحمساوي، أنا خي الدم يستحيل أن يصبح ماء مهما سعت إسرائيل سعيها، فأبناء هذه الأرض التي رواها الشهداء بدمهم، تؤكد الأغنية أنهم متمسكون بوحدتهم ومتماسكون أمام عدوهم.
الأغنية تناولت هموم المواطن الفلسطيني ووضعه المعيشي والانقسام السياسي، وذكرت بوصية الشهداء ووجع الأسرى واللاجئين وحق العودة، ودعت وسائل الإعلام إلى توحيد الأمة تحت راية واحدة. إحنا بدنا إعلام يجمع على الوحدة يشجع، إحنا بطلنا نجمع لما ع بعض نسب ونردع وفي بعض ما نجرح، والله الصهيون بيفرح. تعبنا يا بلدنا، وغيرها من الأعمال الفنية التي حثت على الوحدة لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل المغردون مضامينها التي تسكنها فلسطين. رغم الغرب الوطن منسينا، فلسطين تسكن فينا في جوا عينينا. عنا يا بلدنا. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا تظاهرات مؤيدة لمادورو في كاراكاس. عن المسرح والكوميديا السياسية مع ضيف حوار الساعة ليوم الجمعة الفنان اللبناني منير كسرواني. حوار الساعة يأتيكم يومياً 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف. في الحلقة المقبلة مما بعد العرض نناقش وثائقي الميادين فيروسات دبلوماسية، حمولات بيولوجية دبلوماسية أمريكية، ما حقيقة محتواها وما هي الأهداف والغايات؟ مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي اسمه بيل ريتشاردسون قال أن لدى إسرائيل برنامج بيولوجي ربما يفوق البرنامج الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية. كان يحصل على البذور من إسرائيل، وتم معالجة مثل هذه الجينات بحيث لا تنتج أي شيء إطلاقا. مراكز اختبار أمريكية غامضة، هل تصنع سلاحا بيولوجيا؟ لكن يجب كذلك أن ننظر في العلاقة الموجودة بين الأعراض التي ظهرت على مستوى الجنود الأمريكيين خلال حرب الخليج وعلى مستوى الشعب العراقي في هذه المرحلة. تجارب تحيط بروسيا، الصين وإيران، لماذا وما حجم الاستهداف؟ ما بعد العرض يأتيكم الجمعة 11 مساء بتوقيت القدس الشريف. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أن دول التحالف السعودي تصعد هجماتها، ولا سيما في الجبهة الوحيدة التي شملها اتفاق السويد. وفي تغريدة على تويتر أشار الحوثي إلى أن الخروق مستمرة، كما التجهيزات والإعداد والحشد والحصار، مؤكدا التزام حكومة صنعاء باتفاق السويد، وداعيا الأمم المتحدة ومبعوثها إلى الضغط على الطرف الآخر للتنفيذ ومن دون الكيل بمكيالين. قتل وجرح العشرات من قوات التحالف السعودي خلال صد هجومين لهم قبالة جبلي الطلعة والسديس في نجران. هذا واستهدف الطائرات التحالف السعودي مناطق متفرقة في مديريات منبه وباقم والظاهر وكتاف في صعدة ومديرية طحرض في حجة. من العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن. أحمد صباح الخير. إذن ماذا توفر من تفاصيل جديدة حول الهجومين اللذين قامت بهما قوات التحالف السعودي في نجران، وكيف تم التصدي لهذين الهجومين؟ أحمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمدير مكتبنا في صنعاء، ربما نحاول الاتصال به بعد قليل.
طالب مشرعون أمريكيون واشنطن بتحميل السعودية مسؤولية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. وخلال احتفال بحرية الصحافة تعهد أكثر من 12 من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأن يتحرك الكونغرس إذا لم تحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب ساكنا. كما لم ننسى اللحظات الأخيرة لجمال على هذه الأرض، لن ننسى أبدا من كان يقف وراء هذه الجريمة. إنما قالت جمال الأخيرة في صحيفة واشنطن بوست التي نشرت بعد وفاته بعنوان ما يحتاج إليه العالم العربي أكثر من حرية التعبير، هي نداء شغوف لحرية الصحافة والإعلام المستقل في العالم العربي. مقتل خاشقجي هو عمل وحشي وإهانة للإنسانية، وبعد أيام من اختفائه طالب أعضاء الكونغرس بمحاسبة الجنات. هناك البعض في بلدنا ممن كانوا يقولون أنه يجب أن تتجاوز المصالح التجارية قيمنا. كيف نتحدث ونعمل على هذه القيم؟ نعود من جديد إلى الشأن اليمني وآخر تطورات الميدانية، ولا سيما في نجران بعد يعني الهجومين اللذين قامت بهما قوات التحالف في نجران. أحمد عبد الرحمن مدير مكتبنا في صنعاء الآن معنا عبر الهاتف. أحمد مرحبا، تفاصيل جديدة عن هذين الهجومين وكيف تم التصدي لهما؟ صباح الخير أحمد. الهجومان نفذ عبر قوات يمنية تشارك في حماية الحدود السعودية، وحاولت هذه القوات التقدم واستعادة مواقع تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة عليها منذ أشهر طويلة، وفشلت جميع محاولات التقدم والهجمات السابقة لاستعادة هذه المواقع السعودية الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية. بدأ الهجوم طبعا أحمد بقصف مدفعي مكثف على هذه المواقع وعلى تمركزات الجيش واللجان الشعبية هناك. بعد ذلك بدأ الهجوم البري والزحف إلى هذه المواقع وبإسناد جوي مكثف من مقاتلات التحالف السعودي، وأيضا بإسناد من طائرات الاستطلاع. الجيش واللجان بحسب المعلومات تصدوا لهذا الهجوم الذي استهدف بداية جبل السديس الحدودي بنجران، وأيضا بالتزامن الهجوم الثاني نفذ باتجاه جبل الطلعة. وجبل الطلعة طبعا هو جبل يمني سعودي يتمركز فيها الجيش واللجان الشعبية منذ أشهر، ووصلوا إليه طبعا بعد هجوم ناجح تمكنوا من السيطرة على هذه المواقع والبقاء فيها. طبعا المعلومات تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المهاجمة في الهجومين، وحتى هذه اللحظة ما زال الجيش واللجان الشعبية يتمركزون في مواقعهم هناك. وكثير المعلومات والمصادر المحلية إلى وجود محاولات مستمرة لاستعادة هذه المواقع. طبعا عمليات الجيش واللجان الشعبية لم تقتصر فقط على صد هذه هذين الهجومين، بل امتدت إلى تنفيذ عمليات قصف على مواقع القوات السعودية والقوات اليمنية في الحدود اليمنية السعودية. أيضا هناك عمليات قنص استهدفت 7 مقاتلين في صفوف قوات التحالف، ونجحت هذه العمليات في إرداء 7 المقاتلين يعني بشكل مباشر. نعم أحمد. وناجح كما قالت وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء. شكرا لك أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء. أعلنت الخارجية الروسية أن محاولات واشنطن تأليف حكومة بديلة بفنزويلا بشكل مخالف للدستور يعد انتهاكا علنيا لسيادة الدولة. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان قد أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا الفنزويلية لولاية رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات. أقسم باسم شعب فنزويلا وإرث أسلافنا والمحرر سيمون بوليفار، أقسم بإرث قائدنا هوغو تشافيز وبأطفال فنزويلا والمستقبل، بأنني سألتزم بدستور جمهورية فنزويلا البوليفارية وبالدفاع عن سلامتها المطلقة، وبأنني سأذهب بالبلاد للازدهار الاقتصادي والاجتماعي وبناء اشتراكية القرن 21.
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي شارك في مراسم تأييد تأدية الرئيس مادورو اليمين الدستورية. حاتمي الذي وصل أمس إلى العاصمة كاراكاس أكد في مؤتمر صحفي رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون الشامل مع فنزويلا. هذا ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين الفنزويليين ومسؤولين من الدول التي شاركت في مراسم اليمين الدستورية. وبالتزامن مع حفل إعادة التنصيب، شهدت شوارع العاصمة الفنزويلية تظاهرات مؤيدة للرئيس نيكولاس مادورو، وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد بسياسة واشنطن تجاه كاراكاس. أكد مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم حق التظاهر السلمي متهما بعض الأحزاب اليسارية بتنفيذ ما سماها أعمالا تخريبية خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 3 أسابيع. إبراهيم أعز الظرف الاستثنائي الذي تمر البلاد فيه إلى الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على السودان. تستمر مساعي البرلمان العراقي لتمرير موازنة البلاد العامة لعام 2019، لكن من دون إحراز أي تقدم في عدد من الجلسات البرلمانية بسبب الخلافات حول بعض بنودها. محمد الفهد. عند حاجز الخلافات توقف مشروع موازنة العراق لعام 2019 بعد قراءته من قبل المشرعين. المطالبة بحقوق المكونات تحولت إلى سجال سياسي، ولا سيما مطالبة الكرد بتعديل حصتهم وممثلي العرب السنة بزيادة مخصصات إعمار المحافظات المحررة بسبب الحرب، فيما ذهب بعض الكتل الشيعية إلى المطالبة بزيادة مخصصات المحافظات المنتجة للنفط. هبوط أسعار النفط المواجه إلى 52 يعني قلب المعادلة، كذلك وجود نقاط خلافية حول العقود المبرمة ما بين الحكومة العراقية وما بين البنوك الأخرى، الديون الموجودة، أكو عجز في هذه الميزانية وأكو ديون كبيرة على العراق أصبحت. المشاريع الاستثمارية والتنموية بدت خارج حسابات الموازنة في هذا العام، فنسبة العجز التي بلغت أكثر من 18 مليار دولار فضلا عن تفاوت أسعار النفط وزيادة الإنفاق العام أدت إلى تراجع قيام العراق بمشاريع كبيرة كالإعمار والصناعة وغيرها. هنالك مشاكل في الموازنة حقيقة، مشاكل مهمة وهي المشاريع الخدمية، نسب المحافظات يجب أن تكون النسب على أساس المحرومية وعلى أساس النسبة السكانية. ويتحدث متخصصون عن استمرار العجز في موازنات العراق واقتصارها على الجانب التشغيلي فقط ما لم تفعل باقي القطاعات كالزراعة والصناعة واستثمار الموارد الطبيعية الأخرى لتجاوز عتبة الاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على النفط فقط. الخلافات حول موازنات العراق تبدو ثابتة في كل عام لجهة تأخير التصويت عليها، لكن ما يتغير فيها الشروط التي يضعها الأفرقاء والتي تتجدد وفق المتغيرات السياسية في البلاد. محمد الفهد، بغداد، الميادين. إلى تونس، حيث اتهمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي النيابة العامة بإيهام الرأي العام بأنها فتحت تحقيقا في قضية الجهاز السري لحركة النهضة. وقال عضو الهيئة رضا الرداوي إن أعمال النيابة العامة اقتصرت على إجراءات أولية بهدف منع بحث حقيقي في القضية. نعتقد اليوم أنه رانا باش نخرجوا، وهو نعلموا هذا اليوم ونصرحوا به، رانا باش نخرجوا إلى أشكال نضالية أخرى في إطار مباشرة مواجهة مع النيابة اللي خاطر مع الأشخاص الخاطفين مؤسسة النيابة. سنتصدى لعملية خطف النيابة العمومية بأشكال النضالية الملائمة اللي ستضطرهم أنه يحفظوا التشكية أو يحيلها. ما ندبروش عليهم شي يعملوا، ما ندخلوش في القضاء شي يعمل. أما القانون قال وقت الناس تقدم شكاية يا أما نحفظوها وناخذوا فيها شهادة حفظ أحنا، وإلا هو ياخذ فيها قرار في فتح بحث. غير هذوما الزوز لن يتمكن من أنه يمارس السطو ويمارس الاختطاف. نعرفوه مرهون، نعرفوه مرهون عند حركة النهضة، ونعرفوه مرهون عند الإرهابيين، ونعرفوه شريك للإرهابيين،
ونعرفوا الناس اللي هو يتسطر عليهم اليوم. ونبقى في تونس، حيث قدم 6 نواب من المنتمين سابقا إلى حزب الاتحاد الوطني الحر استقالاتهم من حزب نداء تونس، خطوة تأتي فيما يستعد الحزب الفائز في انتخابات 2014 لعقد مؤتمره الانتخابي. مراد دلنسي. لم يعمر انضمام عدد من نواب حزب الاتحاد الوطني الحر إلى كتلة حزب نداء تونس طويلا. 6 من هؤلاء النواب قدموا استقالتهم بعد أشهر من انصهار الحزبين، وسرعان ما طفت على السطح خلافات تتعلق بصراع المناصب خلال المؤتمر الانتخابي لحزب نداء تونس المرتقب أوائل أذار مارس المقبل. الاستقالات هي يعني نتاج مجموعة تراكمات، معناتها القرار نتاع المجلس الوطني بالاندماج مع نداء تونس لأنه مش الكل كانوا موافقين، وكذلك يعني استجابة ل يعني دعوة القواعد اللي وصلونا المجلس نواب الشعب هما فهمني. تطور جديد يضاف إلى الخلافات الموجودة أصلا في صلب حزب النداء بعد خسارته أكثر من معركة سياسية وخروجه من دائرة الحكم إلى المعارضة، وبرغم ذلك يصر قادته على التقليل من خطر هذه الاستقالات. اجتمعت البارح بعض الأعضاء منهم اللي استقالوا، إن شاء الله البارح فما زوز نواب تراجعوا على الاستقالة متاعهم، وإن شاء الله اليوم نكمل نحكي مع البقية. فما سوء فهم في الاتصال في كيفية عدد المؤتمر، تعرفوا مؤتمر نداء تونس اللي باش يصير في 2 مارس باش يكون مؤتمر انتخابي. بعض الخيان يقول لك احنا عملية الاندماج مشكلة القواعد متاعهم همش مازالوا مش حكاية انخراطات، قمنا بالتوضيح. كتلة النداء تراجعت على إثر هذه الاستقالات إلى المرتبة الثالثة في ترتيب الكتل النيابية الأكثر عددا، معطى يضعف من تأثير الحزب رغم حديث قادته أن المؤتمر المقبل سيشهد عودة النداء إلى تزعم الحياة السياسية. سواء أصر النواب والمنسحبون من كتلة نداء تونس على استقالاتهم أو تراجعوا عنها، فإن هذه الاستقالات تعتبر بحسب متابعينا نتيجة طبيعية لانصهار وصف بالهش بين حزبي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. حذر علماء من أن درجة حرارة المحيطات ترتفع بشكل متسارع لتصل إلى مستوى قياسي جديد في اتجاه قد يدمر الحياة البحرية. العلماء أوضحوا أن القياسات الجديدة تظهر ارتفاعا أكبر في درجات الحرارة منذ 70ميات القرن الماضي، يفوق تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن التغير المناخي. ووفق معظم علماء المناخ، فإن الغازات الناجمة عن الأنشطة البشرية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، وتمتص المحيطات الجزء الأكبر من هذه الحرارة، ما يجبر الأسماك على الهروب إلى مياه أكثر برودة. والآن إلى أخبار الاقتصاد مع الزميل عبد الله ظاهر. عبد الله، صباح الخير. صباح الخير أحمد. فضل. شكرا. صباح الخير مشاهدينا. أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنجاني أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده غير شرعية، وأن طهران لن تناقش حجم صادراتها من النفط أو وجهتها فيما هي ترزح تحت العقوبات الأمريكية غير الشرعية. وعقب لقائه، وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أكد أنهما يبحثان آليات التنسيق اللازمة على صعيد منظمة أوبك، ويسعيان إلى توثيق التعاون وتقريب وجهات النظر في مجال سياسات الطاقة العالمية. ناقشنا اليوم سبل تحسين التعاون مع العراق على عدة أصعدة، ولا سيما المتعلقة بالنفط. أعتقد أنه علينا عدم الامتثال للعقوبات الأمريكية غير الشرعية على إيران، ونحن لن نناقش حجم صادراتنا من النفط أو وجهتها. أوقفت الحكومة المغربية العمل بالإجراءات الضريبية الجديدة بعد الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد في الأيام الماضية بقيادة التجار وأصحاب المهن الحرة. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أعلن إيقاف الإجراءات الضريبية إلى حين تحديد الصعوبات والبحث على حلول مناسبة لها. وكانت الإجراءات الحكومية تقضي بإلزام مختلف الأنشطة التجارية بإصدار فواتير إلكترونية وفق برنامج محدد، غير أنها أثارت غضب التجار الذين عدوها مكلفة لهم.
عقد اجتماع وزاري لبناني برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بدلا من جلسات الحكومة التي لم تتشكل بعد لبحث سبل تعويض المتضررين من العاصفة الثلجية نورما. الاجتماع حضره إلى جانب الحريري وزراء المالية الأشغال والداخلية ورئيس الهيئة العليا للإغاثة ورئيس مجلس الإنماء والأعمار. وفي أعقابه أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن عددا من الإجراءات يجب اتخاذها تحضيرا للعاصفة المقبلة يوم الأحد، مؤكدا أن هيئة الكوارث ستكون في حالة استنفار لمواجهة العواصف المقبلة. في مسؤوليات زراعية، وهذه من المبكر كثير الحديث عنها. في مسؤوليات تتعلق بالاعتداءات اللي صايرة على الأملاك العامة، واللي هي تسببت بمشاكل مثل منطقة الغدير ومثل منطقة الليطاني ومثل عدة مناطق بنعرفها. الأمر الثالث اللي متعلق بمسؤولية الدولة مباشرة هو المناطق اللي حددتها واللي عم يجري العمل على يعني إصلاحها أو ترتيبها. تظاهر آلاف اليونانيين في أثينا تنديدا بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة التي حاولت ردعهم بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع. وعلى الرغم من أن الحكومة اليونانية منعت التجمعات والتظاهرات في العاصمة أثينا أثناء زيارة ميركل، إلا أن المحتجين تحدوا هذا القرار ونظموا مسيرات منوئة للمستشارة الألمانية. وقال المتظاهرون إن ميركل غير مرغوب بها في بلادهم لأنها لعبت دورا قياديا في إفقار الشعب اليوناني. وجه الادعاء العام الياباني تهمتين جديدتين إلى رئيس شركة نيسان موتورز السابق كارلوس غوسون تتعلق بخيانة الأمانة ونقله خسائر استثمارات شخصية بشكل مؤقت إلى الشركة عام 2008. الادعاء اتهم غوسون بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال 3 أعوام حتى شهر آذار مارس من العام الماضي. وتحتجز طوكيو غوسون منذ 19 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وجهت إليه تهما بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال 5 سنوات، وهو ما نفاه غصن بشكل قاطع خلال مثوله أمام المحكمة، وأكد أنها ادعاءات لا إثباتات عليها. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية، شكرا لحسن متابعتكم. عودة لك أحمد. شكرا لك عبد الله. شكرا. كشف رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن مشروع قدمه لمجلس الوزراء الإيراني يقضي بتغيير هيكلة العملة الإيرانية وحذف 4 أصفار منها. همتي أكد أن هذا الإجراء قابل للتنفيذ في غضون 2 في حال وافقت عليه الحكومة والبرلمان. منذ حكومة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني كان موضوع حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية محط نقاش الأوساط الاقتصادية والسياسية، بيد أنه لم يعد محصورا في إطار الكلام وكل شيء بدأ يتخذ طابعا رسميا. سنجري تعديلات كبيرة في النظام المالي، قدمنا مشروعا لمجلس الوزراء يقضي بحذف الأصفار من العملة الوطنية، وفي حال موافقة الحكومة سيناقش البرلمان هذا المشروع للتصويت عليه، ولو حصل ذلك نحتاج إلى 2 لتنفيذ هذه الخطة. لكنها خطة لا تعالج اقتصاد البلد في الظروف الراهنة برأي آخرين ولا تمثل مرهما له. 50 بلدا قامت بحذف الأصفار من عملتها لكن لم تنجح كلها في ذلك. علينا أن نعمل على ذلك متى ما توفرت ظروف اقتصادية مستقرة، فإيران تواجه عقوبات اقتصادية، وهكذا خطوة هي فقط لإعطاء دفعة نفسية إيجابية للمواطن. وبمعزل عن إيجابيات حذف الأصفار وسلبياته داخليا، فإنه يبسط عملية الصفقات المالية مع البلدان ويسهل الحصول على الائتمان الدولي ويوفر على الدولة تكاليف الطبع، هكذا يقول مؤيد حذف الأصفار. بموجب المشروع الجديد ستحذف 4 أصفار من العملة الإيرانية وستتحول من الريال إلى التومان، وسيعادل التومان 100 ريال. ظاهريا هذا يعني أن التومان سيشبه الدولار وسيكون بقيمته إن حافظ على سعره، وفي المضمون ستسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد بما يتناسب مع قيمة العملة الجديدة. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
والآن إلى أخبار الرياضة مع أماني مهنا. أماني صباح الخير. صباح الخير أحمد. تفضلي. شكرا. أهلا بكم. الألماني بيرج تانجي ثاني المدربين المقالين في كأس الأمم الأسيوية، وذلك إثر خسارة منتخب سوريا أمام نظيره الأردني بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية. وسيتولى المدرب المحلي فجر إبراهيم قيادة نسور قاسيون في المباراة الثالثة ضد أستراليا. في المقابل أضحى منتخب النشامة أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني بعدما حقق انتصاره الثاني تواليا بعد الأول على أستراليا الشاب الشاب موسى التعمري وطارق خطاب سجلا ثنائية الأردني الذي تصدر الترتيب بست نقاط. مثل ما بتعرف انت خسارة ولسه في قدامنا مباراة مع استراليا، هي المباراة المفصلية بالنسبة لنا، نحط المباراة ورا ظهرنا وان شاء الله المباراة الجاية نقدر نفوز ونقدر نتأهل على الدور الثاني. كابتن، مباراة استراليا ماذا تعني لكم؟ الموت او نحيا. بالعكس احنا تحت الضغوط تعودنا، يمكن احنا شوي زي ما بتقول الاعلام اول البطوله ما كانش عينه على المنتخب الاردني، بس الحمد لله رب العالمين اثبتنا ان احنا رقم صاعد بالبطوله، وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يوفقنا نوصل لابعد شيء بالبطوله زي ما قلت لك. وحققت الإمارات المضيفة فوزها الأول وجاء على حساب الهند بهدفين من دون مقابل ضمن المجموعة الأولى، وسجل الثنائية كل من خلفان مبارك وعلي مبخوت، إلا أن المنتخب المضيف لم يقدم المنتظر منه، إذ كان الهندي الأفضل في صناعة الفرص مقابل تألق ملحوظ للحارس الإماراتي خالد عيسى، وصعد الأبيض إلى الصدارة بأربع نقاط أمام الهندي والتايلندي لكل منهما ثلاث نقاط، فيما يتذيل البحريني المجموعة بنقطة واحدة. في الأخبار الدولية، برشلونة بات مهددا بفقدان لقب كأس الملك الإسباني بعد تأخره أمام ليفانتي بهدفين لواحد في ذهاب دور الثمن النهائي. وخاض النادي الكتالوني اللقب بتشكيلة احتياطية بالكامل وسجل هدفي ليفانتي إريك كاباكو وبورخا مايورال، بينما أحرز فيليب كوتينيو هدف البلاوغرانا الذي تلقى خسارته الأولى في العام الجديد. وسيستضيف معقل برشلونة ملعب كامب نو لقاء الإياب الخميس المقبل لحسم بطاقة العبور إلى ربع النهائي. التقارب بين الكوريتين يستمر في المجال الرياضي، إذ تشارك دولتان بمنتخب موحد في بطولة العالم لكرة اليد التي افتتحت أمس في ألمانيا. وخسر المنتخب الكوري أمام المنتخب المضيف افتتاحا ب 19 هدفا مقابل 30 ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات روسيا وصربيا وفرنسا والبرازيل. وبدعم من اللجنة الأولمبية الدولية وافقت الكوريتان على مقترح الاتحاد الدولي للعبة باللعب بفريق موحد بعد نحو عام من مشاركة فريق واحد منهما في مسابقة هوكي الجليد سيدات في دورة الألعاب الشتوية في بيونغ تشانغ. أندي ميري سيضع حدا لمسيرته في ملاعب التنس بعد بطولة أستراليا المفتوحة. البريطاني أرجع سبب قراره إلى الألم الناتج عن إصابة في الورك اضطرته العام الماضي إلى إجراء عمليات جراحية. البطل الأولمبي السابق كشف عن رغبته بأن تكون مشاركته الأخيرة على الملاعب في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، إلا أن وضعه البدني قد يضطره للتوقف بعد بطولة أولى أولى بطولات جراند شلام. ويعد ميري من الأربعة الكبار في عالم كرة المضرب حاليا إلى جانب الصربي نوفاك جوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال والسويسري روجي فيدرر. إلى الدوري الأمريكي لكرة السلة، للمحترفين سان أنطونيو سبيرز حقق فوزا مهما على أوكلاهوما سيتي ثاندر في مباراة تخطى معدل التسجيل فيها 300 نقطة، وصعد سبيرز إلى المركز الثالث في المنطقة الغربية بعدما رفع عدد انتصاراته إلى 25، ويدين بالفضل إلى لاماركوس ألدريدج صاحب 56 نقطة إلى 9 مقابلات. بل متابعات. مع هذا الخبر نختم موجز الرياضي الصباحي، وعود إليك أحمد. شكرا لك يا أماني. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الولايات المتحدة تبدأ بنقل معدات قواتها العسكرية من شمال سوريا، ومتحدث باسم التحالف الأمريكي يؤكد بدء الانسحاب. اعتبر المجلس الأعلى للدفاع أن ما يحصل هو اعتداء على الأراضي اللبنانية.
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بعد خرقها الخط الأزرق عند الحدود. أن معبر رفح على ما هو عليه لا تغيير عليه، سيبقى مفتوح كما هو السابق. حماس تؤكد أن الوفد الأمني المصري بحث في غزة ملفي المصالحة وتفاهمات التهدئة. أنصار الله تتهم التحالف بالتصعيد في مناطق الهدنة وتدعو الأمم المتحدة إلى عدم الكيل بمكيالين. موسكو تتهم واشنطن بمحاولة انتهاك سيادة فنزويلا والتحريض على تأليف حكومة بطرق غير دستورية. علماء المناخ يحذرون درجة حرارة المحيطات ترتفع بشكل متسارع والحياة البحرية باتت مهددة. الميادين دوت نت دائما للمزيد من الأخبار وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.